عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنحضر سمكة مطبوخة في الفرن. سنحتاج إلى المقادير الآتية: جزر، بطاطس، زيتون، بقدونس، ليمون، ثوم، فلفل أحمر وأخضر، طماطم، أرز، سمك. التوابل التي استعملناها هي كمونة، إبزارة، فلفل أحمر، زعفران، ملح، وأخيرا زيت زيتون. أولا سنضع البطاطس في الإناء، بعد ذلك سنقوم بتوزيع الجزر بطريقة عشوائية. الآن سنقوم بإضافة الأرز في الوسط. قمنا بوضع الطماطم، والآن سنضيف القليل من البقدونس والثوم. الآن أضفنا الفلفل الأحمر والأخضر، وقمنا بوضع سمكتين. والآن سنقوم بإضافة القليل من التوابل والزيتون وأيضا الليمون. ومدة الطهي 30 دقيقة. تمتعوا بمذاقه بالصحة والعافية.